بسم الله. بالنسبه للمقادير تاع الكيكه كنحتاجو عندنا هنايا الدقيق، الدقيق الفرص 250 غرام، ما يعادل تقريبا جوج الاكواب وربع، جوج الاكواب ونصف عفوا ديال الدقيق الفرص. رطب عندي هنايا كوب ديال السريده ما يعادل تقريبا 150 غرام، عندي الزيت كوب واحد ديال الزيت 200 ملل، 200 ملل ديال الحليب، 4 الحبات تاع البيض، عندي هنايا فانيليا، عندي خميره جوج ساشيه ديال الخميره نتاع 7 غرام، ما يعادل تقريبا 14 غرام. بسم الله كنصبو البيض، بسم الله كنصبو الفوق السكر الخشن، كنمزجو على هذا الشكل، كنطربو، يمكن إلا نطربو حتى بيدينا بالطرابيه خصنا نطربو مزيان. بسم الله كنطربنا، كنصبو الزيت، بسم الله كنصبو فانيليا، كنصبو الزيت وكنضربو شوية، من بعد كنصبو الحليب. بعد ما طربنا الآن الزيت كنصبو الحليب وكنضربو البيض، بعد ما طربنا الكل الآن غادي نصبو الدقيق، بسم الله وكنصبو الفوق منه الخميرة وكنمزجو الكل. يمكن لكم هاد العملية اللي ما عندو التراب يديرها التراب يدوي. بسم الله بسم الله، بعد ما مزجنا الكل صبح على هاد الشكل كنمزجوه مزيان، كنصبو في هاد المول، بالنسبة للمول أي مول بالنسبة لكم تختارو، كناخدو هاد المول وكندير فيه شوية دقيق وشوية زبدة وكنصبو فيه هاد الخليط ديالنا، دائما كنتركو الفران تيسخن لينا مزيان، بعد ما تيسخن تنقصو عليه تيكون تقريبا 180 درجة، وبالنسبة للفران ما كنحلوش عليه حتى ما تنحلوش على الكيكة حتى تتمر تقريبا نصف ساعة، عاد ديك الساعة تنشوفو هاد الكيكة طابت لينا ولا ما طابتليناش. كيف ما سبق ليا قلت لكم بعد ما صبينا الخليط في المول، اي مول متوفر عندكم كنشعلو الفران، كيكون دائما الفران تيسخن مزيان، بعد ما تيسخن كنقصو عليه تيكون تقريبا 180 درجه، بالنسبه اللي عنده الضو كيكون شاعل فوق ولتحت، واللي ما عندوش كي الغازي كيشعل الفران حتى تيسخن وكنطفيو عليه، ما تيكونش شاعل الا من التحت تيطيب لنا من التحت بعد الحمراء من الفوق، وما كنحلوش على الكيكه حتى تطمر تقريبا 30 دقيقه وكنراقبوها، من بعد الى طابت ما طابت كنكملو لها الطياب ديالها. بسم الله، بعد ما خرجنا الكيكه من الفرن كناخدو كانتو بطاطا البلد، كناخدو هاد المول هذا واي مول دائره عندكم، لان تيهمنا حنايا هاد الدائره هذه اللي غادي نتقبو بها على هاد الشكل. بسم الله كنحيدو هاد الوسط، نحيدو نحاول نحيدو، كنحاول نحيدو كنجمعو هنايا، وكنبقاو مستمرين على هاد المنوال تنكملو الكل. نفس الشكل كذلك بسم الله، بعد ما شكلنا هاد الحفرة بهذا الشكل كناخدو هاد القطع كناخدوهم غادي نوريكم اش نديرو بيهم، الان غادي نمرو للمرحله المواليه. بسم الله، بالنسبه للمقادير الطبقه الثانيه كنحتاجو عندنا هنايا الحليب تقريبا 800 ملل ما يعادلو 4 الاكواب عامرين ديال الحليب، النشا اي ميزنا 5 المعالق كبار، 5 المعالق ديال السكر الخشن بالنسبه لهذا السكر حسب الذوق ديالكم، اللي بغى ينقص اللي بغى يزيد، علينا الزبده 20 غرام تقريبا معلقه كبيره عامره، انا هنايا 40 غرام ديال الشوكولاط الابيض تقريبا ما يعادل 6 القطع صغار. بسم الله كناخذوا السكر الخشن كنصبوه في كاسرونه، النشا كنمزجو الكل، كنصبو غير نصو كنمزجو عاد نكملو. بسم الله بعد ما مزجنا الكل مزيان
راه صبيت الحليب كاملو. الان غادي نوضعو فوق النار. بسم الله. بعد ما تماسكنا الخليط الان كنضيفو هاد الشكلاط البيض، كنضيفو كذلك وكنطفي عليه النار وكنديرو كذلك الزبده، الزبده وكنمزجو الكل. كنمزجو الكل مزيان مزيان ومن بعد كنصبو فوق الكيكه. بسم الله. الان كناخدو هاد لاصوص ديالنا وكنصبوها فوق الكيكه، كنحاولو بهاد الشكل نعمرو تقريبا هادوك الحفرات. من بعد ما عملنا هادوك الحفرات الان كنحاولو نسرحوها مزيان، هداك لاصوص فوق الكيكه كنسرحوها مزيان. بسم الله. بعد ما سوينا الطبقه الاولى الان نمروا نتركوها جانبا ونمروا باش نحضروا الطبقه الثانيه. بسم الله. كناخذ هذه القطع تاع الكيك كنديروا في الطاوة اللي كيشمو لنا شويه العافيه، كيتحمر لنا بعض الشيء باش الا بغينا نفرتوهم كيجيونا ساهلين باش الطاييط يتفرتو ونزينو بهم. بسم الله. بالنسبه للطبق الاخير كنحتاجو عندنا هنايا كريمه السائله، كوب واحد ما يعادل 200 ملل، السكر الخشن معلقه ونصف، يعني هنايا الكوك تقريبا 4 معالق كبار يعني 40 غرام، كوب ديال الحليب يكون بارد 200 ملل، عندي كريم شونتي. بالنسبه لهاد كريم شونتي على هذه ها هو على هذا الشكل، كناخذو كذلك 100 غرام، علبه كتبع في هذا الشكل. الان غادي نحضروا بالنسبه كناخذو الكريمه السائله هي الاولى، كنحاولو نطربوها بعض الشيء، عاد نبدا نضيفو عليها السكر الخشن شيئا فشيئا. بسم الله. لما طربناها بعض الشيء كنحاولو نضيفو السكر شيئا فشيئا، وبالنسبة للكريمة السائلة تكون باردة. بسم الله. بعد ما طربنا الكريمه السائله هانتوما كتلاحظوا راه تكتفات لينا على الشكل. الان غادي نتركوها جانبا ونمروا للمرحله التاليه. بسم الله. الان كناخذوا كوب ديال الحليب كيكون بارد كيف ما سبق قلت لكم، وكناخذوا كريم شانتي. بالنسبه للكريم شانتي راه تيكون حلو، وكنقربوه حتى هو نفس الشكل اللي قلنا في الكريمه السائله كنطربوه حتى تكتف لينا. غنديرو كذلك في كريم شونتي. بسم الله. بعد ما طربنا الكريم شونتي صبح على هاد الشكل نتوما راه كثيف. الان غادي نحاولو نمزجو بين الخليط الاول والخليط الثاني، غنوريكم الشكل كندير. بسم الله. الان غادي ناخدو المزيج الاول الكريمه السائله كنحاولو نمزجوها مع الكريمة كريم الشونتي. كنمزجو مزيان. بعد ما مزجناهم جوج كنصبو الكوك وكنحاولو نمشو مزيان باش نديرو الطبق الأخير. بعد ما مزجنا الكوك الأن كنحاولو ناخدو هاد المول اللي فيه لي درنا تناخدو نديرو الطبق الأخير. بسم الله. كنحاولو نسرحو كنخليو هاد الطبق الثاني حتى تيبرد لينا،
كتكونش الصلصه سخونه نديرو فوقها، كنسرحو مزيان هاد الشكل. بسم الله، بعد ما سوينا الكيكه ديالنا على هذا الشكل، الطبق الاخير الان غادي نحاولو نوضعو في الثلاجه تقريبا ساعه ساعتين حتى تيتمسك لينا مزيان، من بعد غنزينوها. بسم الله، بعد ما حمرنا هاد القطع على هاد الشكل من الفرن، انا كنحاولو نفرتتهم باش نوضع غير باش اننا نفرتتهم صغار على هاد الشكل باش نزينو فيهم من الفوق. بسم الله، بعد ما خرجنا الكيكه من الثلاجه تقريبا ساعه حتى ساعتين، كناخذ هاد الفوتات اللي فرتنا على هاد الشكل كنحاولو نزينو بها الكيكه ديالنا، ولكم كامل الاختيار. الشكل النهائي ديال الكيكه كتجي على هذا الشكل، شكل رائع ولذيذ بزاف، حتى التحضير ديالها سهل التحضير. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.